ما بالداخل أصيب الجميع بالدهشة. تدعى لولو، تبلغ من العمر 36 عاماً وتعيش بولاية كاليفورنيا، وهي أم لأربعة أطفال. بعد أن هجرها زوجها وتركها مديونة دون وظيفة ثابتة، اضطرت ربة العائلة إلى ترك منزلها والخروج للبحث عن مكان جديد حيث تستطيع العيش مع أطفالها. وبعد أسابيع من البحث، تمكنت لولو أخيراً من إيجاد حلاً لمشاكلها، ألا وهو العيش في حاوية نفايات. ببساطة، إن الطريقة التي تعيش بها هذه العائلة ستجعلك عاجزاً عن الكلام. وبالرغم من أن الجميع انتقد قرار لولو، إلا أنها بقيت صامدة. كان الجميع قلقون عليها وعلى أسرتها وتساءلوا كيف من الممكن أن يعيش أي شخص في حاوية نفايات؟ كيف يمكن أن تضع أطفالها في هذه الظروف؟ وأخيراً، وبعد مرور أسابيع، قامت لولو بدعوة عائلتها لزيارتها في بيتها الجديد. وعندما فتحت أبواب المكان، لم يصدق أحداً ما رآه. لم تستطع لولو الاستسلام، وهي مسؤولة عن أطفالها الأربعة، لذلك بدأت بالتحرك والعمل الجاد بمفردها، ولتجعل من هذه الحاوية منزل الأحلام. وعلى الرغم من أن لولو تدرك جيداً أن مسكنها هذا ليس المسكن المثالي، إلا أنها تبذل قصارى جهدها لتجعله يبدو مبهجاً وأنيقاً كل يوم. وعلى الرغم من أن كل شيء مستعمل بداية من الأرضية إلى الخزانات، إلا أنه يوجد بهذا المكان المثير حوض للاستحمام وسخان للمياه، وحتى يوجد بداخله غرفة للألعاب. تقول لولو الأرجنتينية الأصل أنها حصلت على هذه الحاوية الخالية مجاناً، وبعد ذلك استثمرت كل ما ادخرته فيها، ليس فقط لجعل هذه الحاوية مكاناً مشرقاً ولائقاً ومريحاً لأطفالها، بل وأيضاً لتنفتح هي ولتعيش حياة جديدة مليئة بالحب والسلام بجانب من هم أكثر أهمية بالنسبة لها، ألا وهم أطفالها. لولو هي أم لا تعرف العقبات، وذلك بفضل أطفالها التي سيصبحن أفضل محاربات في المستقبل. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم، ولا تنسوا أيضا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.